لتحضير فخارة لحم بخلطة مميزة بدنا لحم مقطع شقف متوسطة، يعني أقل شيء 100 جرام 80 جرام، مش صغيرة رأس عصفور. طبعا بدها تكون بدون عظم، حبيت تحطي عظم هلا بقول لك شو تستخدمي. بصل مقطع او بده يكون بصل بيبي، بطاطا بيبي بقشرها عشان تمسك حبه البطاطا، او بتجيب البلديه بتقطعيها مكعبات بقشرتها، عرق كليل الجبل لتعطير اللحم داخل الفخاره، جزر مقشر ومقطع ضروري لان القشر بسود، ثوم كامل بقشره بجيب الراس زي ما هو بنحطه، بالاضافه الى فلفل حلو أو حر، أنا رح أحط الاثنين جماليات وكمان طعمة حلوة، معلقة كبيرة من السمنة مهم جدا وأنا حاطة سمنة بلدية اليوم، ربع كوب من زيت نباتي صفوة إن كان دوار شمس أو اللي هو الذرة، 2 معلقة كبيرة دبس فليفلة إن لم يتوفر، معلقة واحدة فقط معجون طماطم، نص كوب من الماء المغلي قبل كل الشغل رح نحطها في قاع الفخارة، 1 معلقة كبيرة عسل لكرملة اللحم، 1 معلقة كبيرة دبس رمان لتغني باللون والطعم، ملح وفلفل وبهار لحم، بهار مشكل، السبع بهارات اللي بدك اياه، بالاضافه لهيل مطحون بابريكا خشنه ولتغطيه الفخاره، اما بتغطيها بقصديره او بتشخصي زي المطاعم وبتحطي كوب طحين، ماء حسب الحاجه، نص معلقه صغيره ملح وسمسم ني وازحه، واللي هي احنا متعارف عليها بعجين العويص. وبصراحه انا عندي كمان هون فخارتي صارت جاهزة وصار لازم أشيلها. أما بالنسبة لتلميع العجين فإحنا بحاجة إلى بياض بيضة، نص معلقة صغيرة من الخل الأبيض، ومعلقة كبيرة من الحليب السائل، رح نحط شوية الحليب من المراعي. يلا خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، فخارتي صارت جاهزة والخبز كمان اتحمصت، وشو ما كانت أصلية وشو ما كان نوعها إياكي تحمليها وتحطيها على المجلة، للأمان تحطي تحتيها قاعدة، بتحطي تحتيها فوطة مطبخ، بتحطيها على عين الغاز كرمال ما تطق معاكي. وهلأ بقول لك ليش هون أخذت لون ومن تحت ما أعطيتها لون. ما في إشي في مطبخ رمضان بصير عبث، كل تفصيلة صغيرة بيكون في منها رسالة مني لإلكم، إن شاء الله إنه ما بنقصر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ أنا بداية لما بقول فخارة لحمة، ليش اللحمة بتسود معاها وبتسودش معاي مثلا ليش؟ أول إشي قطعية اللحم، أنا هون جايبة قطعية لحم صراحة مستورد مش بلدي، قطعية اللحم المستورد اللي أنتوا شايفينها أمامكم، ممكن تستخدم الإفريقي استرالي نيوزلندي، في قطعيات جدا ممتازة وسعرها مرتب. رح نخلي فيها كمية الدهن الموجودة تبعتها، بس بيكون في عليها اللي هي السوائل اللي حواليها إحنا بننشفها، تمام؟ فأنا جايبتها شوفي 70-80، يعني مش أقل من 70-80 جرام، 100 جرام صار. وعندك لحمه ذبحته اجاك ذبيحه ايا كان، الرقاب بالفخاره كثير زاكيه زي ما هي، عصاطور اللحم، الموزات بالفخاره كثير زاكيه، الريش، العصعيص، منطقه العكوه، عندك الكتف فيها جزئيات بعضها كثير زاكيه، فرح نستخدمها، تمام؟ هلا انا بدي اعمل لك الخلطه اللي احنا بنقول انها مميزه، معلقه واحده كبيره فقط من دبس الفليفله، بسم الله. رح أنزل معلقة كبيرة من العسل، عسل ولحمة اشتهر فيه كل المطاعم البرازيلية، كان في مطعم برازيلي بالعاصمة عمان كان يحط اللحمة دب تغميسة جنب الموزات أو السياخ الشوي، إشي مرتب طبعاً، كتير كان مستهجن الموضوع ولكن اللي بجرب بتعود. معلقة كبيرة من دبس الرمان، ما رح نكتر نهائياً، خلي إيدك خفيفة والتزمي بالمقادير. هلأ بدي أجيب من زيت صفوة، وكتير أجاني مسجات من زيت صفوة كيف نشارك في المسابقات على السوشيال ميديا، أكتبي شركة زمزم صفوة بتطلع لك صفحتهم على فيسبوك إنستغرام، وتقدري أنت تكوني أحد المشاركين، ويعني ما بتعرفي كيف، تسهيل من الله هذا نصيب. وهي حطينا شوية زيت من زيت صفوة، تمام؟ هلأ أهم إشي موضوع البهارات يا ستي العزيزة، ملح، بسم الله الرحمن الرحيم، فلفل أسود، ما بنكتر، بديش أغمق اللحمة، بابريكا خشنة معلقة كبيرة لا يقل. عم تشوفوا أمامكم كنتوا على الشاشة اللي هي أرز قطاف الكيس الأخضر، هذا الكيس المبخر موجود في المؤسسات المدنية والعسكرية، موجود عندهم الحبة المتوسطة بالإضافة إلى بقوليات. هلأ رح أورجيكي قديش عندهم البقوليات نظيفة بشكل مش معقول،
لا مغبرة ولا فيها حجار ولا فيها إشي. هلأ بتشوفي طبعا هذا بهار مشكل، كل اللي حكيت لكم إياه بالوصف حطيه بيطلع إشي معك خرافي. نعم هذا هو موجود بالمؤسسات المدني والعسكري، واللي سألتني إيش هو تبع الرجيم، هو مبخر لأنه مضروب بالبخار، فقشرة الرز مع ضربة البخار بتطير اللي حامل معاها النشا، لذلك هو أقل ضرراً أو يعني شوي الكمية فيه أقل. شايفة هاي الخلطة؟ البهارات ودبس الفليفلة والعسل ودبس الرمان. شوفي أنا ما خليتها سائلة، أنا خليتها زي البيس، إشي قاعدة ثك كثيفة، بدي إياها تحمل على اللحمة، مرقة اللحمة هي اللي بتمرقها، مش تروحي تحطي زيت كمان، إحنا رح نستخدم في كل الموضوع سمنة، فخلي لإيدك ميزان عشان إيش بدي إياك تكوني أحسن منا كلياتنا. يلا هاي هون إحنا خلطنا هاي الخلطة، إيش بدي أسوي؟ رح أجيب قطعيات اللحمة اللي أنا حطيتها، أنا جبتها فاكيوم مبرد مستورد، كتير أزكى بالفخارة من البلدي عشان تكوني عارفة. زائد راح أحط كمان قطع من لية الخروف، مش يعطيكي شحمة، قولي له أعطيني لية خروف. تاخديها بتقطعيها مكعبات زي مكعبات مرق الدجاج، تخليها دايما ستاند باي تحت إيدك بين محاشي، مثلا بالصواني، أي إشي بدك تعمليه بتلاقيها مقطعة جاهزة كيوبس، طولها من الفريزر وبتاخدي. من سوق اللحمة الدهنة كاملة بتنباع 3-4 دنانير 5 دنانير، ولكن عند اللحامين وبالمولات عشان انتي تعرفي الصح تنباع بالـ7 وبالـ8، فروحي على سوق اللحمة اشتريها. تمام، كليل الجبل صحاب كتير مع اللحمة مع الستيك، فأنا حاطة إشي ينكه بس بدون ما تقربي عليه نهائيا، زيوت عطرية فيه قوية بكفي فقط عرقين. رح أروح أحركها، بتقدر تعملي لها مارينيشن أو نقعة قبل بيوم بصير. شايفة أنا كيف الخلطة بديها معجون مش سائلة، تشوفي كيف تطلع حمرة ومأمرة بتجنن بترد الروح. شايفة هلأ هيك أنا عندي اللحمة جاهزة. هلأ موضوع الخضار، موضوع الخضار بدك تقطعيها بحجم كبير عشان يلحق مدة طهي اللحمة بالمنطق. يعني أنا عندي حبة بطاطا بتستوي بنص ساعة واللحمة بدها ساعة ونص، فرح توقع وتخبص، فأنا كست بدي أكون ذكية شوي وأقطع حبة البطاطا بحجم مدة الطهي بحجم المدة اللي بدها تروح فيها اللحمة. ساعة ونص بحط البطاطا البيبي بقشرتها بتحملها. مثلا أنا هون عندي اللي هي بصل توم بقشرة، عندك اللي هي البندورة، فلفل حلو هذا هون كتير شكله حلو عجبني رح أحطه زي ما هو كامل، في عندك الفلفل الأخضر الحار، الجزر البيبي، كل هاي الأمور هايها أمامكم الخضار. شو رح أعمل فيها؟ رح أعمل لها خلطة خفيفة لطيفة عشان أقدر أنا أتبل كمان الخضار. فإيش رح أسوي؟ بدي أجيب بصل بيبي، بتحب تخليه بقشرة بصير، بصل، التوم أهم إشي زي ما هو، تمسكيه من تحت بس يستوي بيطلع كل اسنان التوم زاكيه مفيده، بتعقم الجهاز الهضمي، بتقوي المناعه. هلا شوي غبره برا فكتير كتير بتساعدكم. تمام، بعدين شوف الفلفلات هدول ما اجملهم، شفتهم بالسوق امبارح جبتهم، شوف ما احلاهم، وفلفل اخضر حر، كل شيء مع الفخاره زاكي خضار. هلا بروكولي بتسود، اسلقيها وبعدين حطيها مع البهارات تتحمر. ما تنسي اسبرغوس زاكي بس نفس الشيء بياخد لون. الجزر البيبي أنا يعني جماليات للشاشة، ولكن اللي موجود بالبيت نحن فضل، مش مهم تلتزمي بهاي المقادير. وبعدين رح أحط لها اللي هي شوية البهارات، ملح، فلفل. بدي أطلب من الزملاء إظهار أرقام الاتصال والتواصل معنا من خلال برنامج مطبخ رمضان، أي سؤال بعالم الطبخ، أي إشي ببالك أو حابة تسمعينا صوتك برضو كمان إحنا بنكون كثير سعيدين. وأذكركم نعم هي الأرقام أمامكم، الله يعطيهم العافية، وأذكركم برسالة الـSMS لحتى تكونوا أحد الفائزين، رسالة على 90-550 تبعتي رقم 2 وبتفوتي على السحب. بس موضوع جدا بسيط إن شاء الله يا رب كلكم معنا مدللين دائما. بابريكا وملح وفلفل وبهار مشكل، إشي بسيط عشان أنا ما أهرب من نكهة اللحمة، خليني أموري تضل بالسليم. وبعدين رح أجيب شوية زيت نباتي، إشي بسيط للخضار بهالشكل. وبعدين هلا بدنا نتبلهم مع شويه دبس فليفله او بدون، انا هون حاطه دبس فليفله بكفي، فلما اخلطهم مع بعض رح يصير في عندي انسجام بالخلطات. شوفي ما احلاها،
هلا موضوع الفخاره، الفخار اللي بالطريق اللونه بني بزبط، بس بشكل سريع دائما انا بحكي بس رح اعيد على شكل سريع عشان تضل المعلومه معك يعني خلال الحلقه كامله. اللي بتشتريه من اطراف الطريق بتروحي بتعبيها مي من جوا لمده يومين قبل الشغل، بتدهنيها زيت وبتحطيها بالفرن وهي فاضيه والفرن درجه حرارته عاليه. ليش؟ عشان اذا هي مش مخبوزه على فرن صح درجه حراره صح راح تطق معك، فالطق لحالها احسن ما يطق معها الاكل، صح؟ هذا باب. الباب الثاني هذا النوع من الفخار الموجود بالسوق، له غطاي، الغطاي فيها فتحات لحتى يتوزع الضغط والبخار تبع السوائل والمادة الغذائية يطلع، زائد انه هاي لا بننقعها، شايفة هاي الغطاي، هاي شايفة هاي الفتحات اللي فيها بتساعد. هاي الفخارة غميقة كتير، جربت فيها مرة على الحطب، سويت اللهم صل على سيدنا محمد، سوانا محاشي الرقاب رهيبة، لأنه شوفي قديش هي حافة عالية. هلأ التانية اللي بتيجي شوي أعرض تسوي فيها مقلوبة رهيبة، هاي بتقعد نار فحم حطب فرن، فأنا بشتغل قاعدة بالسليم. تمام، هلأ شو بدي أسوي؟ بدي أروح أنا أوزع شوية لحمة شوية خضار، وأخلي إيدي ميزان لية الخروف شو رح يصير فيها، رح تسخن، لما بتسخن بتصير تسقسق، ما رح تغيب. هلا بتشوفيها كيف بالفخاره ما رح تختفي، بس كمان بنفس الوقت شو رح تعطي، رح تعطي ريحه وطعم خرافي. فاحنا عم نشتغل على نكهات اكثر من موضوع لحمه وخضره، ولا الامور ما شاء الله عنكم يعني بسيطه جدا، شايفه؟ هلا هذا الخليط رح يتكرمل على الخضار وعلى اللحم، رح يعطيني فخاره ما إلها اخ ابدا. اللي بياكلها عندك رح يصير يطلبها منك، فبدك ايش؟ تكوني مستعده للطلبات. كليل الجبل ما رح نستغني عنه، رح نحط العرقين، مهم. ايوه وارجع ازود خضار، البندورة التشيري جبت وحده قريبه من المعلقه شوي اصغر حجم، وخليتها زي ما هي، خليها تضل ماسكه حالها، بس انا اسكب طبختي تطلع معي اللحمه، تطلع معي حبه البندوره تكون واضحه بشكل واضح. تمام، وهي البصلات البيبي، نرجع نكمل اللحم، ناخد باقي الخليط ولا رح نخسر اشي. هلأ دسمة اللحمة رح تبلش تنزل وتسقسق على الخضار ويعطيني شغل مرتب، شايفة؟ ولا خسرت ولا اشي، بس انا اشتغلت على الهدى شوي شوي، حتى الخلطة ما رح اخسرها. يلا معنا اتصال من مادبة. ألو مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا، نورت. يعطيكي الف عافيه يا شف علا. حبيبتي الله يعافيكي، اهلا وسهلا بالقمر. سلامة قلبك حبيبتي، الله يسلمك، اهلا يا قمر. انا بحب اشكرك وبحب احكي انه مطبخ رمضان مش مجرد فقره بالتلفزيون الاردني. نعم. هي لوحه فنيه كثير انت ابدعتي فيها. حبيبتي حبيبتي، بعيونكم الحلوه بتشوفوا كل شيء حلو اكيد، وبهمه الشباب الطيفه خلف الكاميرات. الك كتب طبخ؟ إلي إيش؟ كتب؟ كتب. يا رب يعطيني وقت وأعمل كتاب. إن شاء الله يا رب كل شيء منك حلو. إن شاء الله، لأنه بده يعني بده شغل. الله كريم. الله كريم. كثير طيبة وشهية، وبحب أوجه تحية لخواتي كلهم لأنهم كلهم بتابعوكي. يي حبيبتي سلمي عليهم كلهم وعيدي عليهم عني. وأنا أي حدا بسأل عن الأكل بحكي له ما إلك إلا على نيروخ. مش حتقدر تغمض عينيك ابدا. حبيبتي تحياتي لاهل مادبة، عزيزة على قلبي مادبة جدا. الله يسعدك، رمضان مبارك وينعاد علينا وعليكم. الله اكرم حبيبتي، من العايدين يا قمر، نورت نورت. الله معك، اهلا وسهلا. هلا شو بدنا نسوي؟ الصح عشان تكونوا عارفين، الصح بانه انا لازم اجيب المي احطها دائما بقاع الصينيه، بقاع السمك، اللحم، الدجاج، اي شيء اي شيء، صواني، فرن، دائما المي تحت بتسخن بتغلي ستيم. هلا انا نسيت، فشو بدي اعمل؟ رح اميل الطبخه، يعني الواحد بسها اجاك تليفون، جوزك برن على الباب، بالطرف، ابعدي عن الاكل بالطرف، اتفقنا؟ بس هيك. يلا هلا شو بدنا نسوي؟ نجيب معلقه سمنه بلديه، فخاره لحمه بدون سمنه بلديه مش زاكية، انت حرين، حطي سمن عربي، حطي سمن عادي براحتك، بس انا بحكي لك الدغري صراحة عشان اضمن ان اللي انا عملتها هون تكون في بيتك لسه احسن كمان بألف مرة. تمام، هلأ هون انا حطيتها، بدي اروح اجيب العجين. خلينا نعمل العجين، عجين العويس اهلنا وستاتنا وحبايبنا دايما بيعملوه على السريع المستريح، وما في له مقدار، اللي هو عبارة عن طحين وشوية ملح. يلا خليني أفضي عشان تشوفوا معي بطريقة واضحة.
يلا طبعا مع نجاح وسعاد وكل الحبايب. الو اذا بزبط ناخذ 20 اتصال انا بكون مبسوطه. الو الو مساء الخير. مساء النور والسرور. اهلا وسهلا يا رب. اهلا. الله يعطيك العافيه. الله يسعدك طول عمرك احنا وانت ان شاء الله. تسلمي حبيبتي تسلمي. والله رمضان هذا يعني ابدعتي كثير خدمة الناس الطيبة تدللي. والله ما شاء الله عنك. الله يعطيك العافية. والله احنا وانتو حبيبتي يا ست نجاح. الله يسعدك يا ربي حبيبتي. يسعدك حبيبتي يعطيك العافية. اهلين هاي. الله يخليك يا ست نجاح نورتينا. يلا يا ام محمد مساء العسل. بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. كيف هلا. اهلا وسهلا نورت. الله ينور فيك حبيبتي. كيفك يا قمر قوليلي شو اللي ببالك. كيف على صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. قولي قوي قلبك. أنا اشتريت فخارة. أيوة طبخت فيها قدرة بس إيش خليتها بالفرن ساعة. وبس طلعت هالكوش مستوي بس الرز مش مستوي. ليش طيب الأكل مش مستوي وقديش ضلت بالفرن؟ تقريبا ساعة وربع ساعة وهيك. شو فرنك عربي ولا طباخ؟ لا عادي عربي. يعني في تحته صاج وتحت الصاج في مواسير نار صح؟ طيب بدي منك تفوتي على الانستغرام. انا بفتح هناك فيسبوك في عندي ادمن فافتحي على الانستغرام صوري لي اياها وابعتي لي خليني اشوف شو المشكله عندك. ميخيت الله يسعدك. امرك امرك حاضر على راسي. ابعتي لي اياها بس مسج. اهلا وسهلا ستي. هذا هو اللي هو عجين العويص. هو عباره عن طحين وملح والمي وبنضل نلم في العجين. ويفضل يكون عجين العويص شوي مرق. يعني كيف مثلا احنا بنعمل شيش برك مثلا نفس الاشي. مشان هيك انا ما حطيت لك مقدار المي وقلت لك مي حسب الحاجة لانه انواع الطحين انواع بدل النخب 10 بالسوق. فديري بالك ودايما انت خليكي ذكية كيف تتعاملي مع المواد وهيك تتعاملي معاها زي ما بقولوها على الهدى شوي شوي خطوة خطوة بتزبط الأمور. هلأ أنا هون خليتها شوي مرقة عشان لما بترتاح هي رح تشد. فالصح أني أنا ما أخليها من الأساس تكون جامدة كتير. رح أحط لها ممكن أدعمها بشوية طحين هيك بس لما ألمها وخليها ترتاح لما بتشد حالها وبتكون أمورها تمام. بعدين بدنا نمد العجينة اللي هي هذا بتشوفيه انت بالمطاعم مطاعم الاتراك. هلا بالمطاعم اللي صار فيها الفخارات ممكن هلا الادر كمان صاروا يسووها الادر الغزويه الادر الخليليه. في ناس كتير صاروا جماليا وإشي حلو. يعني انت الخبز هاي بتشيليها بتغمسي فيها الاكل. فهي بس هيك عجين عويص. وبعدين ما تحطيها من اول طبختك بس تستوي الطبخه بتطلعي الفخاره او بتطلعي الصينيه. احنا سويناها برضو مره بصينيه. بتمدي العجين وبتحمريها. هلا بياض البيض والخل والحليب بخلوها تضل تلمع ما بتشفي بسرعه تحت الفرن. لما بدك اياها تاخذ اللون اللي انا عملته بدنا نبخها زيت. تمام هلا بورجيكي. هي العجينه عجين عويص مش فيه خميره ابدا. شوفي كيف مرتاح اموره تمام. ممكن كمان ندعمها بشوية طحين خفيفة إشي بسيط بهالشكل وبمد بكل سهولة وبساطة. واللي عندها عضلات الله يقويها واللي ما عندها عضلات زي حالاتي شو بتعمل تروح بجيب لها تكة طحين شوبك العجين وبتمد. بسم الله. هلا قديش بدك اياها خميله قديش بدك اياها رفيعه ما بياثر عادي بس لا تخليها رقيقه كثير لانها بتمزع هذا تقل على وجه الفخاره. فعاده ما بنخليها 2 سم 3 سم يعني قول يا رب. ومدي كاسه الطحين بتغطي لك بالضبط بالضبط فخارتين بالضبط. شايفه. بعدين عشان جزيئات الطحين ما توسخ للفرن وينحرق قاع الفرن وتنحرق الخبزة بدنا نجيب ننظفها بفرشاي من جزيئات الطحين لزيادة هيك. بعدين بنجيب الفخارة اللي عملناها وبنحمل العجين بسم الله الرحمن الرحيم وبنروح فيها على الفخارة. ما تشديها هيك رح يتمزع العجين. دايما خلي فيها جورة خفيفة هيك أعطيها شوية عجين براحتها هيك. بعدين ممكن ناخذ احنا السكين
ونقلل شوي من العجين الموجود. هيا نعم، نرجع نبرم أو بنلف الفخارة. شوفي شوي شوي، لسه أنا ما كبستها، هلأ بتشوفي شو رح أعمل. تمام الكلام؟ بعدين رح نروح نمسكها ونضغط هيك على أصابعنا مع بعض العجين لحتى يسكر معي. بشد العجين، ما في خميرة، ما رح يفك. بعدين منجهز بياض البيضة، خليني أورجيكي، بياض بيضة واحدة بتحطي عليه الخل، الخل عشان ما تشمي ريحة زنخ تحت الشواية. هذا بيض، هاي خل، بسم الله، معلقة صغيرة، وهذا اللون عسلم ألوان، تلميع العجين فقط بخليه يلمع زي الجليز، ما بيعطي لون، يعني بتضل العجينة بيضة. لما أقرر إنه عجينتي استوت وانخبزت صح بتبخيها بخاخ زيت. هلأ بتشوفي هاي هون بياض البيضة والحليب والخال، أي نوع عجين بدك تلمعي، بدك يلمع بدون لون، بياض بيضة وخل وحليب من المراعي. طبعا نشكر تواجد شركة المراعي معنا بمطبخ رمضان، الله يعطيهم العافية والصحة، يعني جماعة متكتكين بكل إشي. هاي خفقنا البيض تمام، هلأ بنروح بندهن، مش كتير ترنخي، إشي بسيط، مني بلمع ومني بلزق عليها السمسم والأزحة والحواف، مشان هيك أنا عندي اللي أنا مجهزتها حوافها ما أخذت لون، لأني أنا بس لمعتها فقط. هون عشان تتحمر بخد زيت، وكمان رح نحط سمسم ني عشان تحت الشواية رح يتحمر، بالإضافة للأزحة، شكلها حلو وكمان طعمها زاكي لما بتغمسيها مع الخضار واللحم. وهيك صار في عندي فخارة، تقريبا نوع من أنواع الفخار، ما بدي أحكي الفخارة التركية، إلها يعني أمور تانية وخاصة في تحضيرها، ولكن هذا نوع من أنواع الفخار اللي ممكن أنا أعمله ببيتي بطريقة ناجحة وطريقة سلسة وطريقة فخمة. ولكن بعد الفاصل رح نشوف الطريقة الأفخم بطريقة تقديمها، ورح نغشش كيك شوية شغلات إيش ممكن نحط مع الفخارة، بما أنها هي فخارة ولحمة وأنا صبيتها صفت صينية لحمة، كيف بدي أشخص قدام ضيوفي؟ بعد الفاصل. يعني أنا لازم أسكب لكم هلأ الفخارة، بس بهالوقت لما بتطلع قرص القطايف الكبير لما بيطلع من الفرن لازم هو سخن نسقيه القطر عشان أعمل لك اللقمة صح، مش بنعبي فقرة بنروح، فلازم نشتغل على الأصول. القطايف سخنة وقطر الحليب بارد، نحطها بصدر أكبر من الصدر اللي هي فيه عشان تتسقسق صح، ونتركها من 10 دقائق لربع ساعة عشان تشوفيها صح على الهواء مباشرة. قطر الحليب هلأ بتشوفيه وبتشوفي المقادير للي بحب، وهيك عادة زيها زي الكنايف بنحلي وبعدين بنميلها لحتى تبلش تصفي بهالشكل، لذلك لازم تكون في صينية تحضنها. اتفقنا؟ يلا رح ندعمها بتقالي بهالشكل ونخليها تشرب قطرها شوي وبعدين رح أصفيها. خلينا نروح أنا وياكم نرجع على الفخارة، وأنا اخترت خبزة رمضان لا غنى عنها، خبز البيدة التركي لحتى نقدم. وبعدين يا ستي الكريمة لازم أفتح لك العجين، أنا ما راح أحكي المشهد حاله بيبكي يا جلال. طيب شوف اللحمة، بدي أشوف إذا سودت معناته أوفر كوك، وإذا بينك أو زهر معناته اللحمة يا عيوني منهنها.
بس يعني انتوا ديروا بالكم علي بدير بالي عليكم. التوم زي ما هو كالآتي، شوفي طلع. أنا مين أحسن منك ياكل لقمة صح؟ بتضغطي لفوق بتضغطي لتحت، طلع هي التوم ولا سن هرب منك، دايب ومنهنة وزاكي. يعني المصورين حقدوا علي اليوم، بس معلش هلأ بنهرب بعد الهوى مباشرة. فهيك بنكون إحنا قدمنا طبقنا. طلعي حبة البندورة كيف مشخصة، طلعي. إذن إحنا اشتغلنا بذكاء أكثر من إني أنا فقط طلعت عملت صينية أو فخارة لحمة، وحكينا عن أساسيات لعملية الطهي. أورجيكي كمان قطعة لحمة، يا سلام وبس، وصحة وهنا وألف عافية. أكيد بهالوقت لازم إحنا نقدمها كمان بشوية شغلات ممكن إنها تلبق، مش بس بدي أعبي صحني، بدي شغلات تلبق مع الصينية. اللي بيحط إيده في الصحن وبسكب يأكل إشي متكتك وعلى الأصول. ننظف صحننا أهم إشي. هاي المرقة اللي أنتوا شفتوها هي مرقة الخضار ومرقة اللحمة، وتنسيش أنا حطيت لية خروف، يا سلام. وإيش كمان؟ ودبسة فلفلة. فكلها هاي السوائل هي هاي اللي بتتغمس، لذلك بتجيبي خبز تنور أو خبز رمضان بيدا التركي، وبيكون كنوع من أنواع الخبز اللي بدك تغمسي. بدك بالعربي خبزة شو؟ فيها لبة عشان تشيل تغمسي وتقوي قلبك عشان تشيل معك، اتفقنا؟ وبعدين طالما أنا حاطة أكليل الجبل، إذن أنا لو أنا حطيت أكليل الجبل فما رح أكون بعادت عن أصول الطبق. يلا يا بطلين. وهيك بنكون قدمنا صحننا بالشكل النهائي بما يليق بقيمة المشاهدين الطيبين اللي عم يشوفونا كل يوم وعم يتابعونا أكيد، ومشاركتهم الحلوة دائما هيك بتسعدني وبتهنيني وبتبسطني فعلا. صحة وهنا على قلبكم، إن شاء الله مأكول الهنا يا رب، وبيوتكم دائما عامرة باللقمة الطيبة. وبهالوقت